الكرام أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم. الشاي ولا تعاندها، ولكني انا لست طلبته. لا بس خذ انت الكازوز هذه المره. لماذا لم تطلب الشاي ما دمت تريدينه؟ لن اعطيك شيئا. اعطني الشاي. اسمع كلام ابيك واعطيها الشاي. اوه ما هذا، اعطها اياه والا حطمت راسك. خذي صلبت موتي. خير خير خير. وهكذا كان الحال في كل شيء. كنت استسلم في النهايه مفرجا عن غيظي بدعوتي عليها أن تموت. لم أكن أكره ليلى، ولكن أبوي بتدليلهما إياها أثارا في نفسي البغضاء، ولم نكد ننتهي مما في أيدينا حتى كنت قد تناسيت الأمر برمته. ومن العبث أن أذكر مبلغ ارتياعي وفجيعتي وإحساسي بالجرم. كنت أشعر في قرارة نفسي
أني قتلتها؟ ألم أدفعها إلى فوق؟ ألم أزين لها الصعود؟ ألم أصرخ بها بعد ذلك وهي معلقة فوق؟ فجعلتها تنظر إلي وتهوي إلى الأرض. وفوق ذلك كله، ألم أكن أحس ببغض لها عندما كنا نتعارك؟ وأتمنى في كثير من الأحيان لو لم تولد، ألم أدعو عليها إن شاء الله تموتي؟ كل هذا كان يملأ قلبي شعورا بالذنب. أحسست في تلك اللحظة بمبلغ حبي له، وتمنيت لو أمكنني استردادها ثانية وإعادتها لتلهو معي. ومنعها لأن تذهب تتركني وحدي. تمنيت لو استطعت أن أفتديها بعمري، أن أموت أنا وتبقى هي. ولكن كل هذا لم يجد شيئا، وماتت ليلى وحمل بها أبواي اللذان روعتهما المفاجأة، وتركتهما مذهولين مدهوشين، وذهبت أسير وراءهما خافض الرأس. وبعدها ذهبنا كلنا وبقيت المروحة كما هي باسطة ذراعيها في الفضاء كأنها مارد مخيف. ماذا حدث بعد ذلك؟ تذكر، أهذا كل ما يخيفك من المروحة؟ ولكنها قصة قديمة، ماذا أثارها في ذاكرتك؟ ما الذي أيقظها من جديد؟ تذكر. إنني متعب جدا، حسنا استرح، لا داعي لأن ترهق نفسك. غريب، يبدو أن المسألة تتعقد أكثر. ولكن دكتور، كل ما قاله لا صلة له بالموضوع. كيف؟ إنه الموضوع نفسه. إني أعتقد جازما أن هذه الحالة التي أصابته في طفولته هي التي سببت له العطة الأولى.
إنها الداء الكامن في نفسه من قديم الزمان، ولكني أعتقد أيضا أن هناك شيئا جديدا أثاره. كان يمكن أن تبقى كامنة إلى ما شاء الله، ولكن هناك شيئا جديدا أيقظها. وما هو؟ من يدري؟ ولما لا نسأله هو؟ لا لا لا، إنه لن يقول شيئا، لقد استنفذت كل قواه. أتظن أنه يمكن أن يفصح عن كل شيء في مقابلة أخرى؟ الله وحده يعلم. إن المسألة كما قلت لك معقدة جدا. يعني دكتور تعتقد أن الأمل في شفائه ضعيف؟ لم أقل هذا، لم أقل هذا، ولكن كما قلت لك إن المسألة معقدة جدا. إن هناك أشياء كثيرة غامضة لا أظنه سيفصح عنها. لابد أن له من الأحداث في الفترة الأخيرة ما هيج كامن مشاعره. إن الفترة التي قضاها في جبيل يجب أن تبحث جيدا. وكيف يمكن بحثها؟ كان بودي أن أذهب به إلى جبيل حيث مسرح الأحداث نفسه، فالوسائل هناك قد تكون أفضل، ولكني مشغول جدا هذه الأيام. لدي بعض المرضى الذين أتولى علاجهم، ومن العسير علي أن أتركهم في هذه الفترة من العلاج، لذلك سنقتصر على علاجي هنا. سنحدد له 3 جلسات في الأسبوع هكذا. كما قلت لك إن المسألة تحتاج إلى بعض الصبر والتروي، وكل شيء يحل مع الزمن. دكتور أنا أعرف أني قد أثقلت عليك. لا لا، لكني أحدثك كزميل وكزميل مخلص جدا. أنت تعرف أن إبراهيم يعز علي كثيرا، وأن حالته لم تعد تحتمل الصبر والتروي، ويجب أن لا نعدم وسيلة في شفائه بالسرعة الممكنة. بينما أعتقد أن مرضاك الآخرين يمكنهم الانتظار بعض الوقت. أعدك بأن أحاول، ولكن أترك لي متسعا من الوقت كي أرى إذا كنت أستطيع أن أتدبر. لا لا، أنا على ثقة من أنك تستطيع، وسأتصل بك غدا في نفس الوقت لكي أسمع موافقتك على السفر ولكي نحدد موعدا. إن شاء الله سأبذل جهدي. حسنا. أين أنا؟ أنت هنا؟ هيا بنا، هيا. لماذا أنا هنا؟ أنت في عيادة الدكتور توفيق؟ لقد انتهينا الآن، هيا. لقد انتهى كل شيء. Thank you.
الصداع اللي انت تتكلم عنه ما له لدوه واحد بس. خالد صار مثلهم. احنا ليه بقينا بعاد عن بعض؟ هو المسؤول عن اللي حصل. خالد سحب كل فلوسي اللي في البنك. امك وابوك، امك وابوك على كتوي. رجعني رجعني خلاص. عاد انك تبطلها. الحطنا الان جرامين، جرام واحد. خالد كان ضحية شياطين. بداية نهاية يوميا 9 مساء على قناة ذكريات. دخيلكم ذباح أخوي منسي. حياته من حياتي طول ما هو بيتي. انت حبانا يا ماجد؟ دم أخوي عند دخيلك. انت تهددين بعمك هذان؟ ودي اجيبه غصبا عن خشمك وخشم ماجد. بعيده عن شواربك. كل شيء حسابه لعقابه. ماجد فارس يا صاير، فارس وساحته ما تنداس. اللي يشيل السلاح زوم يكون كفل شيله. يا تعود بنهان يا تموت برضك. ماجد مو شايف حدا بعينه، يفكر كل الناس رعيان عنده. الله يلعن اللي عرف الحق ما يمشي به. زمن ماجد يوميا 7 مساء على قناة ذكريات. لا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا، إننا فقط نريد الاستقصاء عما فعله ذلك الرجل في صبيحة ذلك اليوم. قل لي يا سيد شلبي، ألا تذكر شيئا غير ما قلت؟ أبدا أبدا. حسنا، نحن متشكرين جدا يا سيد شلبي، لقد أتعبناك معنا. العفو، أنا لم أتعب أبداً، كنت أود أن أقدم لكما قهوة. لا 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 بأس، في مرة ثانية إن شاء الله. قلت يا شلبي، لقد أضعنا وقتك وأتعبناك. شكراً. وقتي ضائع، أما عن التعب فما أحسست به يوماً. أجاز الله عطاءك. متشكرين جداً يا سيد شلبي. مع السلامة. السلام عليكم. رفقتكم السلامة. مع السلامة. يا لي من غبي سرثار، لماذا لم أقل لهما أنني لا أعلم شيئا؟ عجيب الإنسان، يجلب الهم لنفسه. فيما تفكر، أتعتقد أن ما رواه الصياد صحيح؟ وأن الشخص الذي دخل عليه هو إبراهيم؟ أرجح هذا، لقد كنت واثقا عندما وقع بصري على الطاحونة أنها لابد ستوصلنا إلى شيء. إني أعتقد تمام الاعتقاد أن هذه الطاحونة أو شيئا حولها هو الذي أثار الجزوة الكامنة في نفسه منذ حادثة مروحة الهواء. إن هذه المنطقة بها حل العقدة الأخيرة، إنها لابد أن توصلنا إلى شيء، ولكن ليتني أعرف ماذا وقع عليه بصره من النافذة. ما هذا الذي أفزعه؟ لماذا هرب مسرعا يعدو مرتعدا؟ إنه قطعا لم يرى بوجهه المصادفة،
لأن دخوله إلى الكوخ واتجاهه إلى النافذة يعني أنه يعرف أن هناك ما يرقبه. ما هو هذا الشيء؟ وماذا شاهد يا ترى؟ لابد أن نعرف. ولكن كيف؟ كيف؟ إني سأغامر بالتجربة الأخيرة، وإذا نجحت فسيكون فيها شفاؤه. سأحاول أن أواجهه بمنطقة المراوح. إلى أين؟ أتحب أن نتنزه قليلا على الشاطئ؟ لا لا، إني أكره البحر، أكره. لا تأخذوني إليه. لا تخف لا تخف، لن يأخذك أحد إليه. دعنا نهبط للتنزه في الناحية الأخرى ما دمت تكره البحر. أجل، هذا أفضل. Thank you.
لا تؤاخذنا، لكن المسألة يتوقف عليها شفاء مريض. لا بد لي من اللحاق بها، لا بد أن أحدثها قبل أن تذهب. ولكن ما الذي أخافك من النافذة؟ من هي التي كنت تريد اللحاق بها؟ فائدة، فائدة هناك، انتهى كل شيء. لقد ذهبت بلا عودة. من هي التي ذهبت؟ ليلى. ليلى؟ من هي ليلى؟ ليلى أختك؟ وما أدراك بليلى أختي؟ لقد ذهبت منذ زمن طويل. إذن من تقصد بليلى؟ ليلى الثانية، ليلى المسكينة. لا داعي لهذا، لا داعي لهذا. اروي لي كل ما حدث، أنت تتذكره الآن. أذكره بالطبع، ولكن لماذا تريد أن تعرف؟ يريد أن يعرف من أجلك. إنه الدكتور توفيق الذي يتولى علاجك بعد أن أصبت بالصدمة التي أصبت بها. يجب أن تقول له كل شيء يا إبراهيم. كنت أسير على الشاطئ كعادتي كل صباح، وطال بي السير وأنا أبصر المكان من حولي خاليا، والشاطئ على طوله لا يكاد يطرقه أحد سواي، وكنت أشعر أن زرقة البحر وامتداد الرمال من أملاكي الخاصة. يشاركني في أملاكي الخاصة، ووجدت بصري قد تسمر بها، كأن بها شيئا غريبا لست أدركها يشدني إليها. قد تكون وحدتها في ذلك الفراغ العريض والوقت المبكر، أو تكون رقتها، أو يكون أكثر من هذا وذاك. ذلك الشبه الغريب الذي وجدته بينها وبين مخلوقة عزيزة علي، ف
فقدتها وهي طفلة منذ أمد بعيد. وفي تلك الليلة وجدت صورتها تعاودني مرة أو مرتين برأسها الجميل المطرق باستيحان، وفي كل مرة تطوف صورتها في ذهني تلاحقها صورة أخرى باهتة. كاد الزمن يطمس معالمها ويخفي قسماتها. هي صورة ليلى الصغيرة. وفي اليوم التالي كنت أقف وقفة الأمس وأنا أرنو إليها ببصري دون أن أجرؤ على التقدم إليها أو مبادرتها بالحديث. العفو. متأسفة جدا إنني أتعبتك مرة أخرى واضطررتك إلى الركض، ولكن ما حيلتي؟ تأبى الرياح إلا المعاكسة عند مجيئك. ليس لي إلا أن أشكر فضلها لأنها منحتني فرصة طيبة. إذن فأنتما على اتفاق، أنا والرياح. يا ليت. يا ليت ماذا؟ أيهمك أن تتفق مع الرياح؟ ومن الذي لا يهمه هذا؟ ألا يكون الإنسان مع الرياح أفضل من أن يكون ضدها؟ على الأقل يضمن أن لا تأتي بما لا تشتهي السفن. وماذا تشتهي السفن؟ أمنيات كثيرة. مثل؟ أظن أول ما تشتهيه هو أن تمكث قليلا، أعني أن ترسو على الشاطئ برهة. وماذا يمنعها؟ تخشى أن تعصف بها الرياح وتطردها شر الطرد. لو كانت عاقلة لرست برهة ثم سارت قبل أن تعصف بها الرياح. أتحبين البحر؟ حبا لا يوصف. وماذا تحبين فيه؟ كل ما فيه، لونه، مداه الذي لا ينتهي، رماله، أمواجه، هدوءه وصخره. أتحضرين إلى هنا كل يوم؟ نعم، في الصباح الباكر. لماذا؟ لأني أحب أن أحس بأن البحر ملك لي وحدي. وأنا أيضا. هل لازلت تحسين بأنه لك وحدك؟ أم جاء ضيف ثقيل يقاسمك متعتك؟ هان للسفن أن تسير. بها الرياح وتطردها شر الطرد. لو كانت عاقلة لرست برهة ثم سارت قبل أن تعصف بها الرياح. أتحبين البحر؟ حبا لا يوصف. وماذا تحبين فيه؟ كل ما فيه، لونه، مداه الذي لا ينتهي، رماله، أمواجه، هدوءه وصخبه. أتحضرين إلى هنا كل يوم؟ نعم، في الصباح الباكر. لماذا؟ لأني أحب أن أحس بأن البحر ملك لي وحدي. وأنا أيضا. هل لازلت تحسين
بأنه لك وحدك، أم جاء ضيف ثقيل يقاسمك متعتك؟ آن للسفن أن تسير، لأن الريح توشك أن تهب. إنها السفن مطيعة طيبة. أنا اسمي إبراهيم. قبل أن ترحل السفينة، هل لي أن أتشرف بمعرفة اسمك؟ اسمي ليلى. رافقتك السلامة. الصداع اللي انت تتكلم عنه ما له الا دواء واحد بس. خالد صار مثلهم. احنا ليه بقينا بعاد عن بعض؟ هو المسؤول عن اللي حصل. خالد سحب كل فلوسي اللي في البنك. امك ابوك على كتوري. رجعني خلاص. عدنا انك تبطلها. الحطنا الان جرامين جرام واحد. خالد كان ضحية شياطين. بداية نهاية يوميا 9 مساء على قناة ذكريات. يا إله، ما أجمل مدينة القواعد. تعالي ساعديني أرجوك يا أنسة القواعد. كان قطر النجاة. إن من الأحرف المشبهة بالفعل، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها. صح، أحسنتي. أجد هوت حطي كرم. إذن هذا هو الجمع المذكر السالم. أجمل القواعد إذن. ألف باون. أحلى الكلام يوميا 5:30 عصرا على قناة ذكريات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. مصر إنهم يروحون ويشوفون مثل العالم. أيها الإخوة المشاهدون. أيها المشاهدون الأعزاء. أيها الإخوة. السلام عليكم. أيها المشاهدين الكرام. أيها الإخوة الحضور. السلام عليكم. حط إلى الدار وبها نشوة، ولكنها نشوة غير خالصة، بل يشوبها كثير من قلق وخشية. قلق مبعثه وخزات متتابعة من الضمير، وخشية أساسها بأن التوازن يكاد أن يضيع، الاستقرار يوشك أن يذهب. وألحت صورتها علي أكثر من الليلة السابقة، وكانت هذه المرة تلاحق صورتها صورة ليلى الصغيرة، وصورة ثالثة تلاحق الصورتين هي صورة راجية. وبدأ النضال وبدأت الموازنة، وكان علي أن أستوضح النفس ما خفي من أمرها وأسألها ما مرادها. ورحت أؤكد لنفسي أني أحب راجية، أحبها أكثر مما أحب أي شيء في هذه الحياة. ورحت أوقف وخز الضمير بجزمي أن المسألة لا تستدعي كل هذا القلق، وإنه من الغباء أن أخشى على راجية من لقاء عابر لفتاة لا أعرف شيئا عنها.
أين أنا؟ في جواري. قيل إلي أنت أحلم، وخشيت أن أفتح عيني حتى لا يتسرب الحلم ويختفي. افتحي عينيك ولا تخشي شيئا، إن حلمك باق إلى الأبد. هيا. راجية، أتحبينني؟ قوليها لي، أحب أن أسمعها من شفتيك. الصرف والنحو. لا بأس، كلنا هكذا. إذا كان الأمر كذلك فسأقرأ لك. حسنا. وأحسست وأنا أحدق في الأفق بحنين إلى شيء مجهول، وبدلي كأني شيء ناقص ما زال له بقية هنا أو هناك، وإني أتلهف على بقيتي. وخيل إلي أنها تحوم حولي أو أحوم حولها، وأنها تتوق إلي كما أتوق إليها، وإن كلا منا سيظل يلهث في الحياة ويتخبط حتى نلتقي، فنصبح شيئا تاما كاملا قائما بذاته. ما رأيك؟ رائع. أتود أن أكمل؟ بالطبع. عدت إلى البيت وفي نفسي خشية أكثر وقلق أشد. كنت برغم كل ما حدث لا أكاد أعود إلى البيت حتى أشعر بمدى حبي لراجية. قررت أن أقطع العلاقة العابرة مع ليلى لتستمر العلاقة الأصيلة مع راجية، ولكن بلا إرادة مني أضحى لقاء الشاطئ من ضرورات حياتي. كان يشدني إلى ليلى حزن بغيض من نفسها، من ينبوع لا أعرف سره، وكانت بنفسي لهفة على أن أمسح بيدي جبينها وأزيل أكداس الحزن الراسبة في أعماق نفسها. وكان أكثر ما يمتعني أني أصبحت على ذلك قديرا، وأني بدت أحمل إليها من لقائي الفرح والابتسامة، وأن سحب الحزن أخذت تتبدد. لقد تغير ما بنفسها عدا شيء واحد، وهو إصرارها العجيب على أن أنصرف في الموعد المحدد، وعلى أن لا أعرف عنها شيئاً. وبدا الشك يساورني، وأحسست بنوع من الغيرة الغامضة من مجهول يقطع علي لقائي.
Thank you.